سورة الأعراف سورة من السور السبع الطوال، وهي من أطول سور الطوال بعد سورة البقرة، رقم 6 في ترتيب السور القرآنية كما في المصحف الشريف، ورقم 39 في نزول السور. ونزلت السورة بمكة، إلا آيات قليلة نزلت بالمدينة. سورة الأعراف أهم أهدافها حين تقرأ من أول آية فيها إلى آخر آية، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، أول آيات فيها. وفي آخر آياتها كما قال في البداية، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، قال في الآيتين الأخيرتين وإذا قرئ القرآن، إشارة إلى هذا الكتاب الذي حدثتكم عنه في بداية السورة، إذا قرئ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ما بين البداية والختام، ما بين البداية بالإشارة إلى القرآن كتاب أنزل إليه فلا يكن في صدرك حرج منه، وما بين الختام إذا قرئ هذا الكتاب عليك فاستمع وأنصت واعبد ولا تكن من الغافلين، لأنك إن غفلت فإن لله عبادا لا يستكبرون عن عبادته، فإن لله عبادا لا يغفلون عن عبادته، فإن لله عبادا لا يفترون لحظة، يسبحونه وله يسجدون، فأنت الذي ستبوء بالإثم ولن يؤثر عصيانك في الله.